هموت انا هنا. هموت انا. مين عم مصر يا مين عم مصر؟ مين عم مصر؟ عم مصر. هنمر مع بعض بكذا مرحلة. أول مرحلة اسمها مرحلة الشفافية. بعد الحلقة دي هيجيبوك في برامج كتير وهيسألوك كنت عارف ولا ما كنتش عارف. جاوب. لا 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 مش عارف. بص للكاميرا وقول. لا 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 والله العظيم مش عارف. كهربا صادق يا جدعان. المرحلة التانية اسمها مرحلة التصالح مع النفس والآخرين. اه. انت كنت بتقول ايه مع جمهور الأهلي في ماتش الزمالك الأخير؟ دي مهمة قوي عشان الناس تعرف. قول بسرعة. لا كنت بقول. ايوه. كنت بقول اوف اح كهربا عاد صح. والمصحف الواد ده هجام. انت قلت كده في لجنه الضباط يا جدع. انا قلت كده في الفيديو هنمشيها. قلت كده. دلوقتي احنا اهلاويه زي بعض صح؟ تمام. عايزين نثبت بقى للناس ان احنا روحنا رياضيه. انا بحاول احطك على الطريق الصح. عايزين نقول لجمهور الزمالك احنا اسفين. انا كنت هتكلم في ايوه بالظبط كده. ولا انا اللي اتكلم هنا. انا اللي اتكلم هنا يا عم مصر. ايوه ده بس رد يا ده بس. لا 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 هتاخد من حد وبص. لا هتشوف انا اخوك يا والبص. اخوك ولا مش اخوك؟ اخوك ولا مش اخوك؟ ايوه اخوك. ايش جمهور الزمالك طبعا يمكن انا بشكره وانا عمري ما ازعلكم. انا مشكلتي كلها مع اشخاص. لا بقول لك ايه احنا مش برنامج زملكاوي. انا بقول دلوقتي بنبص بنقول احنا اسفين يا جمهور الزمالك. احنا اهلاويه متحضرين. جمهور الزمالك لو اي حاجه زعلتكم منه او انتوا واخدينها ان انا زعلتكم او بكيتكم في اي حاجه ما تزعلوش مني. مين زملكاوي هنا يا جدعان؟ محدش. حد الزملكاوي. زملكاوي اخويا. انزل بقى دلوقتي. ماشي. نزله دلوقتي. مرحله الثبات الانفعالي. انا عارف ان انت اعصابك جامده وحديد صح؟ اوبا كهربا. لا لا لا, لا.